وحول هذا الموضوع أكد الرائد خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أكد في نشرة سابقة أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة. الأهداف من أهمها لتسهيل الإجراءات حتى تكون مبسطة وسهلة لأي طالب خدمة يمكن الحصول عليه في أي مكان في أي وقت، وأيضا لتحديث الآليات وضمان وصول أعلى معايير الجودة والكفاءة وتقليل الدورة المستندية والاكتفاء بقاعدة البيانات الموجودة والحصول فورا على نتيجة الخدمة فورية دون أي انتظار أو طلب رفع أي مستندات. وتأتي أيضا ضمن الهدف الأهم اللي هو التحول الإلكتروني الكامل لبعض الخدمات، وتم قياس الحاجة لهذه الخدمات لتسعى تحقيق الإدارة العامة للمرور. هناك طموح لدى كافة الجهات من ضمنها الإدارة العامة للمرور في التحول التام لكافة الخدمات الإلكترونية. المسيرة اللي تتبناها والاستراتيجية التي تتبناها الإدارة العامة للمرور لتسخير دائما التقنيات المتقدمة في تطوير خدمات حتى تكون أفضل ومثالية للمواطن والمقيم في منزله والمؤسسات من خلال إعادة هندسة وإعادة إدارة تغيير برمجيات حتى تطور خدمات، وإن شاء الله نصل للهدف المعلن 100% إن شاء الله خدمات مرورية إلكترونية.